السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة، المسيرة واحدة ومن أمام الشباك الوحيد اللي جا في الجنبات ديال الملحقة الإدارية الثانية. أي واحد سول عليه فهو كاين في هاد البلاصة بالضبط. كما كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، الآن كنتواجدوا من الجنبات ديال دوار من ناصر الشمالي، هنا خلف المقاطعة، خلف الملحقة الإدارية، خلف الملحقة الإدارية الثانية. كنشوفوا أن عملية هدم كبيرة دازت هنايا، كنشوفوا أن الأمور نهار على نهار كترتفع الأرقام ديال عدد البراري. كذلك هنا في الجهة على اليمين، هنا في الخلف ديال مسجد التقوى، كنشوفوا أن عملية الهدم حتى هي تبارك الله مشات بواحد الشكل اللي هو جيد. نتمنوا الله الخير والتيسير للساكنة ديال دور الصافي في السكنة الجديدة ديالهم بمدينة الصخيرات. الشقاق اللي كيتسناوهم أكيد الناس راهم سكنوا، الناس الأولين ديال ميموزا وتبعوهم دالبساتين وتبعوهم دالريف. وغادي نحاولوا نقربوكم من الأجواء ديال عملية الهدم هنا في الجنبات ديال دوار الناصر الشمالي ودوار أهل الحارة. خليكم معنا. فكما كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، كانت مجموعة من البراريك هنا في خلف المدرسة ديال أنس بن مالك اللي تمت العملية ديال الهدم ديالهم. كذلك مجموعة من البراريك هنا قدام خويا زكريا، ختنا ربيعة والجيران كلهم مشاو. الله يسخر لهم يا رب، الله ييسر لهم، هذا هو اللي كاين. دائما جنبات مرك عفوا ولفت الاخوان الطريق الوطني رقم واحد مركب والاشغال ديالو، فهنا كنهضروا الاشغال ديال عمليه الهدم. ملف اعطيني دور الصفيح، الناس كيخرجوا حويجاتهم هنايا، الناس كيخرجوا في حويجاتهم. يا ربي تسهل عليهم، يا ربي تسهل على الجميع، يا ربي كل شيء يقضي الغرض ديالو. اللي كيستحق شي حاجه ياخذها ان شاء الله. فهنا كتشوفوا معنا الاجواء مباشره من دوار بالناصر الشمالي وامطار الخير في هذه الاثناء، فنتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. دائما متتبعينا الكرام، جديد من افقاطني دور الصفيح، الارقام في ارتفاع متواصل، والتراكس دخلات على الخط من الجهه الجنوبيه ديال دوار بالناصر الجنوبي، وكنشوفوا الامور غاديه في واحد الوتيره اللي هي مزيانه. هادو ديور كانوا وسط البرارك هنايا، اللي صراحة أكيد كيتسناو حتى هما الفرصة ديالهم باش يشوفوا شوارع مدينة تمارة داخلها التهيئة، يشوفوا حتى هما الأمور ديالهم تكون مزيانة. لأن صراحة حتى الديور اللي هنا راهم تكرفسوا الله يكون في عوانهم، ما ساهلاش، لأن راه ما نكذبوش على راسنا، ملي كتكون الأمور عشوائية فكلشي كيكون كيعاني، كلشي كيكون كيعاني. فالحمد لله جا الفرج اكيد مع الديور هادو اللي كانوا وسط البرارك. هنا دابا غتولي امور اخرى، غتولي اعاده التهيئه ديال الاحياء ديال مدينه تمارة، غنشوفوا مجموعه من التغييرات ان شاء الله. ففي الوقت اللي كنتجول الان في جنبات الدوار بالناصر الشمالي، فكنشوف انه مجموعه من الناس بداو كيجمعوا الحويجات في الهوندا، بداو كيريقلوا الامورات ديالهم باش ان شاء الله غادي تكون عمليه الهدم عما قريب. هنا براكة أخرى ستنضاف البراريك اللي غتشمل عملية الهدم. نتمنى الله الخير والتيسير للجميع. متتبعينا الكرام، هنا من زاوية أخرى بدوار بالناصر الشمالي، فكنشوفوا العمارات بداو كيبانوا من هنايا، كنشوفوا الديور اللي جاوا وسط الدوار، كنشوفوا أمورات اللي هي مزيانة باش ان شاء الله نشوف دوار بالناصر في خبر كان قريبا ان شاء الله. فكما كتشوفوا فبراريك قليله اللي بقات، هنا بعض الاسوار اللي بقات ديال شي براريك اللي شملاتهم عمليه الهدم في انتظار اننا نشوفوا التراكس كتهبط الامور هنايا كامله باش تفينا، باش الناس اللي باقيين يعني تتضح الصوره اكثر. نتمنهم الله الخير والتيسير، هذا هو اللي كاين، نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. دائما متتبعينا الكرام، من قلب مدينة تمارة دوار بالناصر الشمالي، فمن هذه الجهة غادي نقطعوا مباشرة لدوار أهل الحارت. ففي الوقت اللي كنهضروا على عملية الهدم في دوار بالناصر الشمالي وفي دوار أهل الحارت، كما كتشوفون الجنبات ديال دوار أهل الحارت، فنتمناو الله الخير والتيسير للناس ديال كلالو، الناس ديال الودايا بصفة عامة،
قلت كلالو بحكم انني كنتواجد في الجنبات ديال النقطه اللي كيتواجدوا فيها. نتمنوا من الله الفرج في القريب العاجل للناس ديال الودايه، لانه خاصهم تهم الحل في اقرب وقت، لان بقات تكرفيس الردم في الجنبات، مجموعه من الامور اللي صراحه غادي تخليهم مكرفسين. هذا هو اللي كاين. دوار اهل الحارس كما كتشوفوا معانا براريك قليله جدا، اقل من 10 ديال البراكات. كاين مشكل ديال الناس هنا مع الماء. كما كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، الاجواء هنا بالجنبات ديال دوار اهل الحارت، اجواء ديال دوار اهل الحارت تبشر بنهايه الدوار كما كتشوفوا معنا. فهنا كنبغي ناكد لكم اننا كنتواجدوا في الجنبات ديال الجوطيه ديال اهل الحارت كما كتشوفوا معنا. هنايا كما كتشوفوا السور الازرق من الخلف ديالو كاين الجوطيه، والامام ديالو البراريك اللي تمت العمليه ديال الهدم ديالهم. وكما كتشوفوا بقات انا غير طايره بقر، طايره بقر تراقب وتواكب هي الاخرى ماذا يقع بدوار اهل الحارت ودوار بالناصر الشمالي وباقي الدواوير، والى اين ستكون الهجره والمحطه القادمه. الله يصاوب، الله يصاوب الجميع. هذه هي الصور كما كتشوفوا، هذه دوار اهل الحارت. الحار تقريبا اللي سلب واحد النسبة ديال 98%، 98%. بقاو كما قلت لكم، بقاو واحد جوج براكات قدامنا هنايا في اليمن، واحد ثلاثة في اليسر منهم الناس ديال الوداية، البنايات ديال الناس ديال الوداية. أكيد غادي يجيو العمارات مع الطريق هادي، غادي نشوفو التراموواي، غادي نشوفو مجموعة من الأمور. كنتمنى من الله تسوى الوضعيه ديال الناس اللي باقي عندهم مشاكل في جميع الدواوير بمدينه كماره باش العمليه تمشي مزيان ان شاء الله، ونشوفوا عاوتاني ارتفاع في الارقام في الوقيته اللي كنهضروا على عمليه الهدم هنا في كماره في اهل الحارت وبالناصر. ففي نفس الوقت كاينه في دواوير اخرى كجامايكا، كدوار بالمكي، دوار بالناصر الجنوبي، دوار الهنان، سيدي محمد الشريف، ولاد بطاعة الغربيه. يعني مجموعه من النقاط المتفرقه في عمليه الهدم اللي غنحاولوا نواكبوا معكم الامور لحظه بلحظه، والله يسخر الامور والله يفرج على كل واحد. وبالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على الجي اش 6، راه فيا ما نصوروا من الجنبات، لكن كنحاول ندير شي وقيت باش ان شاء الله نصوروا لكم الشقق ان شاء الله من الداخل. ان شاء الله غتجي الفرصه غنقضيو الغراض، اللهم يسر يا رب. الى هنا متابعينا الكرام، نضرب لكم موعد فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.